الوجبات للأشخاص اللي عندهم سمن زيادة. بخفف الكيلو هيدرات، لازم كل يوم 500 سعرة حرارية مشان نحافظ على وزن الشخص وينزل بالتلقائية. أقل شيء لازم كل أسبوع نص كيلو جرام. بقى نحن نسيطر على الموضوع هذا بطريقة اللحم والدجاج والدهون، يعني مثل هذا الصدر الدجاج خالي من الدهون 100%، والكمية الزيت زيت زيتون وخفيف كتير، والرز كمية بتكون 70 جرام، وبالنسبة للبهارات كلها خفيفة. هاي بالنسبة للمريض اللي عنده نصح زيادة وهو كمية دهون عالية.식사로 진행하며 다이어트식의 닭가슴살, 야채 스프, 일반식에 제공되는 주스를 빼서 칼로리를 낮춰서 제공합니다.